اهلا بكم كل مشاهدي تلفزيون اليوم السابع. احنا مستمرين مع حضراتكم في تغطيتنا الخاصه للمؤتمر الدولي لليونسكو لتعليم الثقافه والفنون، ونعقد هنا في اماره ابو ظبي العديد من الجلسات والفعاليات التي تدور حول هذا الاطار. وبيشرفنا الاستاذه عائشه الساده رئيس البرامج الثقافيه بهيئه البحرين للثقافه والاثار، واللي كان ليها جلسه مهمه ومشاركه في جلسه من احدى الجلسات الهامه. اهلا بحضرتك استاذه عائشه. اهلا وسهلا فيك. اهلا بحضرتك. يعني تابعنا الجلسه اللي حضرتك شاركتي فيها وكان ليكي مداخله مهمه جدا خلال هذه الجلسه، عايزين نعرف اكتر عن مشاركه حضرتك وعن ابرز ما تم تقديمه خلال هذه الجلسه. تشارك مملكة البحرين في مؤتمر اليونسكو لتعليم الثقافة والفنون في مدينة أبو ظبي، وذلك لأهمية هذا المؤتمر حيث تجتمع دول العالم لإقرار إطار دولي لتعليم الثقافة والفنون وإدماج الفنون في المناهج التعليمية، وأن تكون الثقافة والفنون حق لجميع الأطفال حول العالم. طبعا اليوم صباح هذا اليوم شاركنا في أحد الجلسات الحوارية، واستعرضنا من خلال ورقة العمل تجربة مملكة البحرين من خلال هيئة البحرين للثقافة والآثار في إطلاق برامج مبتكرة ومبدعة لطلبة المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. حضرتك شايفة انعقاد هذا المؤتمر في إمارة أبو ظبي وفي دولة عربية هو مهم مش بس لدولة الإمارات أو للبحرين أو غيرها من الدول، ولكن للدول العربية مجتمعة. طبعا دولة الإمارات سباقة في استضافة العديد من المؤتمرات والفعاليات العالمية، وهذا يدل على السباق وعلى حضور الدول العربية في جميع المحافل الدولية، وهذا شيء طيب وجميل للوطن العربي. حضراتكم في مسيرة التعليم يعني لكم فيها خطوات كتيرة جدا، وخصوصا كمان تعليم النشأ، حضرتك ممكن تكلمينا أكتر عن الفترة اللي فاتت عملتوا فيها والخطوات اللي تم اتخاذها؟ نعم طبعا مسيرة التعليم في مملكة البحرين قديمة تمتد لما يقارب 100 عام، وذلك من خلال إنشاء مدرسة الهداية الخليفية في عام 1919. ومنذ ذلك الوقت أدركت القيادة أهمية أن تكون هناك برامج ثقافية وفنية في المناهج الدراسية، والتي أثمرت حاليا في حركة ثقافية مميزة في مملكة البحرين في مجال التشكيل والفنون والأدب والمسرح. وما زالت مسيرة التنمية مستمرة ومستدامة من خلال رؤية البحرين 2030، والتي من خلالها تطلق الحكومة مبادرات وبرامج مبتكرة لدعم وتمكين الطاقات الشبابية الواعدة وتقديم آفاق وفرص جديدة لهم في المستقبل في جميع المجالات. أستاذة عائشة، يعني الجلسة حضرتك شاركتي فيها كان فيها متحدثين من مختلف الدول ومن المنظمات وطبعا اليونسكو، وحضرتك بتتفاعلي معاهم ووقت كلمتك اللي يعني أثارت انتباه الكثير من الموجودين، قد إيه كنت شايفة إن ده مهم فكرة وجود هذا الجامعة في هذا المكان لدراسة أو لإدماج التعليم والثقافة مش بس للأجيال الحالية كمان للأجيال أو للأجيال القادمة؟ طبعا من أهم أهداف هذا المؤتمر أن تجتمع الدول من جميع العالم الوفود لتشارك من خلالها التجارب والآراء والأفكار. اليوم من خلال جلسة اليوم كان هناك العديد من وزراء الثقافة موجودين والعديد من المساهمين في مجال الثقافة، اطلعنا على تجاربهم واستفدنا كثيرا منها، وطبعا شددنا من ناحيتنا على أهمية الابتكار والإبداع في هذا المجال. أنت تعرف الجيل الحالي جيل متطور جدا، فلازم تقدم له جميع البرامج بطريقة مبتكرة ومبدعة. وأيضا شددنا على أهمية أن تكون هناك منصة عالمية من خلالها نقدر نطلع على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال. شكرا جزيلا، وبتمنى لحضراتكم كل التوفيق. شكرا لحضرتك وشكرا لكل مشاهدي تلفزيون اليوم السابع.